أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العالمية والعربية والعراقية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، تظاهرات ذي قار تطيح بستة مديرين في سوق الشيوخ والعكيكة. أما في العربية الجديد، عودة عمليات خطف المدنيين على يد مسلحي العمال في كردستان العراق. وفي ألترا عراق، واشنطن تدعو الكاظمي إلى مطاردة ميليشيات يدعمها الحرس الثوري. في صحيفة الصباح العراقية، مساع لإدراج النواعير ضمن التراث العالمي. ونقرأ في القدس العربي، أستراليا تؤكد وجود أدلة على أن جنودها قتلوا 39 أفغانيا. وفي الشرق الأوسط، أكثر من ربع مليون وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة. أخيرا في العرب اللندنية، تطرف اليميني ينتشر بوتيرة أسرع شرق ألمانيا. الانهيارات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق تناولها الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقالة جاء فيها، حين تسأل هذا المواطن العراقي عن دور السلطات الأمنية في هذه المجازر الدائرة في المحافظات والعاصمة، يقول: المحافظ ومعاونوه والشرطة والجيش فصائل أخرى من نوع آخر، لا تتحرك إلا حسب المزاج والمصلحة والظروف. لكي يتفاءل الإنسان العراقي، ينبغي أن يرى معالم طريق واضحة تؤشر إلى إمكانية حدوث طفرة من الوضع المريض الحالي إلى الحال الطبيعي الذي تعيشه شعوب أخرى من حوله، والذي يتوافر فيها الحد الأدنى من العدالة والوطنية والأمن وفرص العمل، وتتولى فيه حكومة قوية متنورة مؤهلة إعادة إعماره وتحريك اقتصاده وتجفيف منابع الفساد والعنف فيه، وتمنع الدول الخارجية من التدخل في شؤونه. ويكاد يتفق الخبراء العراقيون والعرب والأجانب، وخاصة العاملين في المؤسسات الدولية المتخصصة، على أن العراق إذا ما بقيت العوائق الحالية المتزايدة، وإذا ما استمر عجز الحكومة والبرلمان عن وضع خطط الإنقاذ العاجلة وتنفيذها بسرعة واقتدار، فإن الدولة ذاهبة إلى الإفلاس والفشل والانحلال. يقودنا هذا المنطق إلى البحث والتدقيق في تحركات الحكومة الحالية وقراراتها، قياساً بوعودها البراقة منذ ولادتها في شهر أيار الماضي، لنجد أن بصيص الأمل الذي منحته للمواطن كان خادعاً وسراباً. ومن أمثلة حالة التردي المحزن، حينما خرج الناطق باسم رئيس الوزراء ليطمئن أسرة الخبير الأمني هشام الهاشمي بالتعرف على اثنين من قتلته، لكنه استدرك قائلا أن جهات هربت القتلة إلى خارج العراق بعد الجريمة بيوم واحد، ولم يجرؤ أو لم يشأ أن يسمي تلك الجهات أو يعدنا بتطبيق القانون عليها، فالمتستر على المجرم شريك معه في الجريمة. ويضيف الزبيدي: إن كان المتضرر من المحظوظين المتنفذين فستقوم الدنيا ولا تقعد، أما إذا كان من باقي الشعب المقموع فسوف يسجل الحادث ببساطة ودون عناء وعلى الفور بالضم مجهول. الانهيار المالي في العراق وما تواجهه السياسة المالية، تناوله الكاتب أحمد شكارة في مقالة جاء فيها: إن غياب العمل الجاد على تفعيل خيارات إبداعية أخرى منتجة لرأس المال المادي والبشري المتخصص ستضيف ولا شك شكلا من أشكال التقشف المالي المرحلي الذي يضيف للمأساة الإنسانية كثيرا من المعاناة. إن مقياس المخاطر العالمية وصف العراق بأنه دولة ذات دخل متوسط عال، شعبها يعاني درجة عالية جدا من المخاطر الإنسانية، على رأسها ظاهرة النزوح الداخلي للملايين من السكان والهجرة لخارج العراق نتيجة متوقعة لتداعيات الصراعات، حيث سكنت مجموعات عديدة من النازحين في معسكرات النزوح على أمل العودة إلى مناطقهم في عام 2020،
صحيح أن قسما منهم عادوا وأن آخرين في الطريق، ولكن أعدادهم ما زالت لا تقل عن 1.5 مليون شخص تقطن المخيمات، وعودتهم ليست ميسورة أو مأمونة العواقب، لأن مناطقهم ما زالت تفتقد أبسط الشروط الإنسانية للعيش الحر الكريم، مما يدفع بالضرورة للحاجة إلى إصلاح حكومي حقيقي لإعادة الإعمار، بكونه شرطا مسبقا لتوفر المناخ السياسي الأمني لعودة النازحين إلى مناطقهم. إن يد الإنسان والعوامل السياسية والأمنية الهشة لها نصيب مهم في إحداث هذه الأزمات الإنسانية المؤلمة، وهي الغالبة مقارنة بما يحدث من كوارث طبيعية. إن توفر الأموال اللازمة لإعادة الإعمار تحتاج إلى سيولة مالية واهتمام كبير لإطلاق استثمارات حقيقية بعيدا عن الفساد أو حالات التلكؤ في الإنجاز، وهو دور وزارة المالية والوزارات المعنية التي يفترض أن تهتم بالشأن المالي. ولكن ما نشهده في مدة حكومة الكاظمي أزمات مركبة ومعقدة، ومنها الأزمة المالية الأخيرة. ويضيف الكاتب: لن تنتهي تداعيات الأزمة المالية بتوفير الرواتب لموظفي الدولة وللمتقاعدين فقط، بل لابد أن تعمد السلطات المعنية إلى تقليص العجز والديون التي وصلت إلى أرقام فلكية تقدر ب 81 تريليون دينار، وديون متراكمة سابقة تقدر ب 200 مليار دولار. ما ستؤول إليه الأوضاع في العراق بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي والأمني، تناوله الكاتب عبد اللطيف السعدون في مقالة جاء فيها: الأكثر خسارة هم المواطنون العاديون الذين يعيشون تحت خط الفقر، باحثين ليلهم ونهارهم عن رغيف خبز أو حبة دواء، فقد ازدادت أعدادهم على نحو مفجع. نحن أمام تعقيدات جديدة في الوضع العراقي والإقليمي، يزيد من حدتها صعود جو بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق المثير للجدل إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، والذي يشكل فرصة ثمينة للطبقة الحاكمة في طهران المتطلعة إلى تخفيف الضغوط عنها، وربما الوصول إلى حالة من التطبيع الهادئ مع الشيطان الأكبر، وهي الحالة التي يرى عراقيون كثيرون أنها سوف تنعكس عليهم سلبا بحكم الوجود الإيراني الفضي في بلادهم. ولا يتوقع الراسمون سيناريو قلب الطاولة أن تتدخل إدارة بايدن في هذا الشأن مباشرة، كما كان عليه الحال في عهد دونالد ترامب. ولذلك ظهر وكلاء إيران وهم يتنفسون صعداء مراهنين على ما سيحدث، واكتسبت ردود أفعالهم الارتياح المشوب بالترقب. كتائب حزب الله عبرت عن أملها بإنهاء الأزمة وخروج الجنود الأمريكيين من العراق، وعدت مدة رئاسة ترامب مدة هدم، بينما قالت حركة النجباء إن انتخاب بايدن يمهد الطريق للتعاون بين الدول. وكان نور المالكي أول المهنئين لبايدن ويفخر بصلته الوثيقة به، ونشرت مواقع مقربة منه صورا تجمعهما معا، وكانت علاقتهما تطورت في أثناء وجود المالكي على رأس السلطة. وفي حينها تكررت زيارة بايدن إلى بغداد إبان كان نائبا لأوباما. ترى من سيكون الطرف الخاسر في هذه اللعبة العبثية القاتلة؟ ويضيف السعدون: يورد البنك الدولي رقم 5.5 مليون، فيما تعطي منظمات مدنية ضعفه، وما على هؤلاء سوى التماهي مع مسيرات تمنحهم الشعور بأن اشتداد البلوى امتحان لصبرهم الذي يشبه صبر أيوب، وعزاؤهم أنه لم يعد لديهم ما يخسرونه بعدما خسروا وطنهم الذي يوشك أن يذهب مع الريح. ثورة تشرين وما أفرزته على كافة الأصعدة، تناولها الكاتب فاروق يوسف في مقالة جاء فيها: قراران اتخذهما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في يوم واحد يثيران علامات الدهشة والاستفهام والحيرة. تحويل بناية المطعم التركي وسط العاصمة بغداد إلى متحف، أما القرار الثاني فهو إغلاق مخيمات اللجوء التي تؤوي نازحي الموصل.
يكشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلال كذبة المطعم التركي عن استخفافه بالمحتجين الذين خرجوا من أجل التغيير بإسقاط النظام السياسي القائم على مبدأ المحاصصة. ما الذي سيفعله الشهداء في ذلك المبنى المهجور الذي سبق لخطواتهم أن قامت بقياس مساحته مرات عديدة؟ يومها كانت النوافذ مفتوحة، غير أن متحف الكاظمي سيكون بأبواب تغلق في أوقات محددة، ويكون على الحراس مراقبة الزوار. كان الكاظمي كما أتوقع وسيطا بين الميليشيات والمحتجين حين خيرهم بين أن يعلنوا هزيمتهم بصمت أو القتل العلني الصاخب، وهذا ما فهمه المحتجون بعد أن عجزت الحكومة عن إطلاق المخطوفين من شباب الانتفاضة، بالرغم من أنها تعرف الجهة التي خطفتهم. حين عاد المحتجون إلى بيوتهم فهم الكاظمي اللعبة وقرر أن يمعن فيها ويقيم متحفا. هي فكرة ليس إلا، قالها ومضى ولن ينفذها أحد، غير أنها تعبر عن طريقة الرجل في التفكير التي نتج عنها قراره المأساوي بتهجير النازحين. إلى أين تذهب هذه الألوف من العوائل، أطفالا ونساء ومسنين، وقد صار المخيم وطنهم؟ إن عادوا إلى الموصل لن يجدوا بيوتهم، فقد هدمت بل محيت. ولكن الأخطر من ذلك ما يمكن أن توجهه لهم ميليشيات الحشد من تهمة الانتماء إلى داعش، بمعنى أن الكاظمي وقع قرار إعدامهم ولم يفكر بما سينتج عن قراره من مآس. ويضيف الكاتب: قراران هما على درجة عالية من السطحية وعدم تقدير النتائج، فتحويل بناية المطعم التركي إلى متحف هو قرار ينطوي على قدر عال من السخرية من الانتفاضة والضحك على المحتجين الشباب. أما طرد اللاجئين من خيامهم فإنه يعد بمثابة قرار إعدام حق أكثر من 100,000 إنسان. الكاتب شفيق ناظم الغبرة تناول الإشكاليات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في مقالة جاء فيها: إن تغيير الأوضاع لن يكون سهلا، خاصة وأن دونالد ترامب سيكون في محيط وقيادة الحزب الجمهوري، كما أن ترامب سيفكر حتما في انتخابات 2024، لدى بايدن 4 سنوات لتغيير المشهد الأمريكي واستعادة الثقة بمكانة المؤسسات الدستورية والديمقراطية وكسب أنصار من الحزب الجمهوري وتغيير وضع المناطق البعيدة والنائية والخطاب السياسي السلبي الذي بثه ترامب. نهاية هذه الحقبة من نتائج الانتخابات الأمريكية لن تعني أن الولايات المتحدة في مأمن. سيكون بايدن رئيس الولايات المتحدة الجديد، لكن الأثر السلبي لما صنعه الرئيس ترامب مع قاعدته لن يختفي بسرعة. يستطيع أي مراقب أن يرى بوضوح كيف يمكن لملايين من الناس أن تتأثر بشخصية قوية تطرح حلولاً تبسيطية وشكلية حول كل المشكلات والأزمات التي تواجه هذه الفئة، بل توضح لنا التطورات الأمريكية كيف يمكن لدكتاتور أن ينشأ في ظل فراغ بين النخب وفراغ في طرح الحلول الحقيقية. لقد قام ترامب بكل حيلة وأسلوب يساعد على بذر بذور تدمير المؤسسة السياسية الأمريكية، بما في ذلك التشكيك بأساس النظام الديمقراطي برمته. الشيء الواضح أن الولايات المتحدة تمر بتغييرات اجتماعية كبيرة، لا بد من متابعة ذلك ورصده، لأن آثاره مستمرة معنا في السنوات القادمة. فالقاعدة الريفية وقاعدة القرى البعيدة المكونة من البيض وقاعدة الولايات المحافظة ذات الطابع المسيحي أفرزت وضعا يفرض الكثير من الاحتقان بين الناس. الذي حصل في الولايات المتحدة أن ترامب جسد الغضب بين غير المتعلمين من البيض، ممن شعروا بأنهم بلا أي قيمة حقيقية أمام النخب المتعلمة والاقتصاد الخاص والمهاجرين الناجحين المنافسين وأحفادهم. لقد بنى ترامب بين هذه الفئات الكثير من الخوف من الآخر والكثير من الخوف من المستقبل. ويضيف الغبرة: إن الفشل في صناعة هذا التغيير من قبل الحزب الديمقراطي سيترك آثارا كبيرة على مستقبل الولايات المتحدة.
الاكتشافات الجديدة بشأن فيروس كورونا واللقاحات المنتظرة موضوع تناوله الكاتب ماكس نيسين في مقالة جاء فيها. رغم أن جرعة النجاح المزدوجة من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا تعلن خبرا عظيما بإمكاننا جميعا الاستفادة منه، فإن الأهمية بمكان أن نتذكر أن هذا النجاح لن يكون متاحا قبل أشهر عندما يجري التوزيع على نطاق واسع. يبدو العالم اليوم قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى لقاحين فعالين في الأقل ضد مرض كوفيد-19 بعد الإعلان الاثنين الماضي بيانات إيجابية مبكرة بشأن التجارب السريرية التي قامت بها شركة موديرنا إنك على 30,000 شخص. جاءت النتيجة بعد أسبوع من كشف شركتي فايزر وبيونتك اس اي عن معدل حماية من المرض يتخطى 90%، غير أن شركة موديرنا تفوقت على منافسيها بعد أن بلغت درجة فاعلية عقارها في منع كوفيد-19 نسبة 94.5%، وتعد كلتا النتيجتين رائعة للغاية نظرا لنجاح تطويرهما بسرعة تاريخية. أما النجاح الثاني فهو أمر بالغ الأهمية نظرا لأن القيود التي يفرضها قطاع التصنيع تعني أن العالم يحتاج إلى لقاحات متعددة إذا كان يأمل في احتواء الفيروس. ومع ذلك فإنه مع أن أخبار اللقاح واعدة لمكافحة مرض كوفيد-19 فإنه يوفر أيضا الأمل في نجاح قدراتنا على الاستجابة بمزيد من السرعة لأوبئة في المستقبل. ولكن لا تزال بعض المحاذير قائمة، فمع أن أي من الشركتين لم تبلغ عن مشكلات تتعلق بالسلامة حتى الآن، فإن الأمر يحتاج إلى جمع المزيد من البيانات بشأن الآثار الجانبية المحتملة، خاصة أننا لا نزال نجهل كثير عن سلامة التكنولوجيا الجديدة وفاعليتها على المدى البعيد. وأن التكنولوجيا ليست في حالة استخدام واسع النطاق، فإن إنتاج لقاح عالي الفعالية أمر ممكن. ويضيف الكاتب: هذا يؤكد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة في مجال الصحة العامة لوقف انتشار المرض، والقدرة على إنتاج اللقاحات بسرعة تعني إمكانية إنقاذ المزيد من الأرواح، ولكن هذا لن يتسنى إلا إذا نجحت البلدان في إدارة فترة الانتظار الصعبة. أظهرت دراسة علمية بريطانية أن الأجهزة الذكية تسبب اضطرابات سلوكية للأطفال دون سن السادسة. وأكد الآباء المستجوبون من خلال الدراسة أن انتشار التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي صعب مهمة السيطرة على الأبناء ومراقبة تصرفاتهم. خلصت نتائج الدراسة الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية إلى أن 32% من الآباء أكدوا تعرض أبنائهم لمشكلات في النظر نتيجة الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة، و 13% أشاروا إلى تراجع تركيز أطفالهم، أما 9% قالوا أن التأثير السلبي للأجهزة أدى إلى إصابة الأبناء بالسمنة وزيادة الوزن. فيما يتعلق بتأثير الأجهزة التكنولوجية على الآباء والأمهات، فإن 16% منهم قالوا إنها تسببت في معاناتهم من آلام أو مشكلات في النظر، بينما أشار 15% منهم إلى إصابتهم بآلام في الظهر والمفاصل. كما حذرت الدراسة من أن مشاهدة التلفزيون أكثر من اللازم تجعل الأطفال شرسين وأكثر عرضة للدخول في خصومات مع أطرافهم، حتى أنهم يلجؤون إلى السرقة في بعض الأحيان. وشملت الدراسة 11,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، أشارت إلى أن الجلوس أمام شاشة التلفزيون لثلاث ساعات على الأقل في اليوم يزيد من مخاطر ارتكاب الأطفال في سن 5 من العمر لممارسات منافية للأخلاق. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم.
إذن بهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام هذا اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله. دمتم بخير.